معكم بنات، اذكر كامل بخير. مرحبا بكم في قناه كلام دي زاد. اليوم راكم في لاكوافيس تاعي، يعني بالعربيه كنت نخمل ومن بعد قلت علاش ما فيلمش فيديو نتوزو معكم، توزو لي ولولدكم. دونك كيما راكم تشوفوا لاكوافيس تاعي هذه هي، شاركتها معكم من قبل. شوفوا في بالي انا هذا احسن رونجمون يعني درتو في لاكوافيس تاعي. هكذا جاي بون، ما تنتبهوش لهاد الخربه، الحوايج ما حبوش يخلصوا، حوايج الشتاء وحوايج الصيف خبي ورفد ما حبوش يخلصوا. بون فوالا هذه هي، مي حبيت نبدل هكا نفسي نغير باباريش. انا حالتي هذه هي، كي نحب نبدل حاجه كي نكره كي نقعد نبدل لاغوتي تاعي نهار كامل نديبلاسي في القش. هاد لاكوافيس سلكت باسكو المرايه لاصقه في الحيط ما قدرتش نبدلها، مي حبيت نبدل دوزان اللي فوقها. دونك قلت نشارك معكم هاد لي زيتاب. اون بلوس تاني القجارات راهم حالتهم حاله، شوفوا كيما القجارات تاع الاكسسوار خلاص بزاف، لازم نقصو، لازم نرمي كامل لي اكسسوار اللي تصدى ولي ما نستعملهم. شوفوا بعد هذا ما وليتش نشوف اصلا واش عندي، دونك لازم نديرو انتري لهنايا. بون نبدا معاكم نقص لي زاكسيسوار اللي خلاص مانيش نلبسهم في هذا وقت. فوالا هادي سي لا بان، كاين اللي نخليهم لدانا وكاين اللي يروحوا لا كوبال. ندير لهم تحيه. شوفي شوفي فوق بيشا شيلا شيلا كت 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 اسكو مازالها عندك تاعك ماما شريتي كيما انا يا راني شافيه. دونك شتفتي بتاع سويتش عندها 5 سنين مازالها لاباس بيها. اوكي نحطها لهنا، هادو الخواتم هما وعندي بلاصه ديك النعمه هادي اللي مفتحو لتحتاني كامل. راكو تشوفو يس راكو تشوفو هنا هادو ما دوك نحيهم نحطهم في بلاصه واحده اخرى. هاد المناقش لي لازمني ان اوتر تري باسكو ما نشوفهمش كاع، ما نشوفهمش ما نلحق لهمش اصلا، دونك ما نلبسهمش لازم. بونسوار دركا يعني ما شكيتش نقات نسيت خير من هذا، بصح لازم نبدل كاش نهار عاد نقولك ما تسعفش. اوكي دونك الوغ البنات انا كملت المونتاج من بعد لقيت بلي شويه ممل، دونك قلت نقصر معاكم شويه او ميم طون نتوما راكم تشوفوا التخمال ومن بعد تشوفوا الريزلت فينال تاع لاكوافيس تاعي ان شاء الله. دونك بما انه رانا في لاكوافيس هاديه قلت علاش ما نحكوش على لو مونت تاع لاكوافيس تاع لا بوتي تاع العنايه بالناس تاع الماكياج تاع تاع الام تاع المراه تاع الطفله، يعني كامل حالتنا هكا مع لا بوتي، يعني حاله المراه مع لا بوتي. شوفي هي جينيرالمون كي تكوني جون كي تكوني نقولوا في السيام هكا في الليسي يكون عندك الوقت ديري واش تحبي تماكي كيما تحبي، ولكن نقدروا نقولوا يعني في الحاله الاجتماعيه الجزائريه جينيرالمون ما يكونش عندك بزاف تاويل، ما يكونش عندك كورنر وحدك، صغار اللي عندهم بيتهم وحدهم وكوافز وحدهم، دائما تلقاي اختك تزاحمك، دائما تلقاي اختك اللي تسرق لك توزانك وما تخليهم لكش. دونك يعني شويه حياه العزوبيه مختلفه شويه على حياه الزوجيه، ولا هادي نشوفوا العروسه وعندها تروس وتاعها شباب
وتشري بزاف حاجات اللي ما كان شريتهم من قبل، بلاك تشري حاجات لأول مرة في حياتهم في حياتها تشريهم. دونك تلقى اوكازيون كبيرة انها تتهلا في روحها، وتلقايها تتهلا في روحها بزاف وكتر من اي فترة في حياتها. وهذا يعني لانها عروسة جديدة وراجلها يشوفها وهي تحب تشبح لراجلها وتستيكي، ويعني تكون شابة قدامه هكا، لانه ماذا بها تكون البرنسيس تاعو هكا دايما شابة في عينيه. اوكي، هذه ما اختلفناش عليها، كامل الناس يعني جينيرالمون كامل الناس ترى لها هكايا. لكن من بعد فترة التعرويس كي تجوز ويبداوك يعني شوية مشاكل الحياة من كل جانب، كل وحدة كي تتزوج وش من مشاكل تاع الحياة اللي تلقاهم، كاين اللي تلقى راجلها يتبدل عليها، كاين اللي تلقى العجوزة كاتاستخوف، كاين اللي تلقى الشر جاي من عند اللوسة، كاين اللي تلقى جاية من عند مرت اللوس، كاين اللي تلقاها جاية من عند الشيخ، كاين اللي لا ماشي كامل هادوما، ولكن تعاني انها ما عندهاش دار، ونهار كامل هما مباصين بالكريه ودراهم الكريه، فما يستغلوش حياتهم، حياة دراهمهم كامل يروحوا في الكريه. كاين اللي بعيد الشر يجيها مرض بعد الزواج، ولا راجلها يمرض، ولا شوفوا كل وحده وش يجوها مشاكل بعد الزواج. ف يعني هاد الحاجه مفروغ منها، يعني الانسان التافه هو اللي داير في باله باللي حياته راح تجوز كيما شهر العسل. اكيد ما حش تجوز الحياه كيما شهر العسل، ولكن نقدروا حنايا نحسوا بشهر العسل طول حياتنا. كاين فرق بين هاد الزوج حاجات، حياتك ما حش تصير طابي غوش كيما شهر الاول تاع الزواج، لانه كيما حكيت لكم خطره، مثلا نعطيكم مثال بسيط، انه الحاجه مثلا كي راكي تحلمي حياتك كاع باش تشري طوموبيل وتطمي وتتعبي وشغل خلاص فرحه كبيره انك كي قريب تشري طوموبيل، ومن بعد تشري هذيك الطوموبيل، هذيك الفرحه الكبيره عندك طوموبيل كي كاسبه طوموبيل تخرج تحوسي اكسيتيرا، ومن بعد شهر شهرين ثلاثه عام عامين اسكو راح تقعد لك نفس درجه الفرحه تاع انه عندك طوموبيل؟ نو، بالك تنسي كاع هذيك الفرحه، بالك تويك حاجة عادية جدا. كيف الزواج، وقيس عليه أي حاجة أي فرحة في حياتك، لأنه هذه هي الدنيا، الفرحة تاع الصح هي في الجنة، فرحة تدوم، لكن في الدنيا حتى الفرحة اللي صح عندنا تدوم. مثلا طوموبيل، مثلا دايمت لك طوموبيل معاك عندك 5 سنين 10 سنين، ولكن الفرحة ماشي نفسها. فهذه هي الدنيا، كيف الزواج. الزواج لازم تعرفي انه ما حش يقعد حياتك كامل وانت فرحانه به. لهذا تلقاي باللي العرايس في شهرهم الاول ماشي هما في شهرهم تاع العام الثاني، وماشي هما في شهرهم في العام الثالث. ولكن هنا كاين صنفين، كاين العروسه اللي تحب تحافظ على هذوك المشاعر وهذاك التاويل وهذاك العناية إلى آخره، وكاين عروسة وحدها وحد أخرى اللي لا تتأثر بزاف بالظروف اللي جوز عليهم ولا المشاكل اللي جوها وتلاشي تطلق. كاين مثلا عروسه اللي تسمع بزاف للناس، تسمع بزاف لهضره الناس، وكاين العروسه اللي دير هضره الناس رولو، جوز عليها قنطره. نعطيكم مثال بسيط على هضره الناس باش تفهموها. يقولوا لك هذه بوستيتها خطأ في الانستغرام، ونعاودها لكم لهنا في اليوتيوب لانه بزاف ما يتابعونيش في الانستغرام. دونك كاين تصيب الناس هكا يقولوا لك دوبي الصغر تاعك، يقول لك سني تلحقي الباك تشوفي القرايه تاع الصح في الباك ماشي من قبل، تلحقي الباك تجوزيه عادي وتربحيه عادي ويجوز عليك. من بعد يقول لك عن باك الباك صح حاجه واعره، سني تشوفي لي بروف تاع لافاك كيفاه دايرين، وتطبع في الكوس كيفاش، وباش تدي لا نوت بالسيف، ودخلي غتخاباج والدنيا، ومن بعد يجوز عليك العوام وانتي كملتي العام مور العام مور العام، وديتي لا ليسونس تاعك ولا الماستر دكتوراه وكملتي والسلام عليكم. من بعد يجوا هذوك المصبيطين يقول لك استني عم بالك لا في بال، استني تشوفي كي تزوجي تشوفي المسؤوليه كيفاه دايره، تنسي كاع هذا القاع والبع اللي راكي فيه والخرجه مع صحاباتك اكسيتيرا، ومن بعد تتزوجي وتصيبي الحاجه عاديه، حياه عاديه جدا. ومن بعد ما يكتفيوش بداك الشيء يقول لك استني تشوفي جوز عليك 3 شهور الاولين تشوفي راجل كيفاش يتبدل عليك، عادي راجل يتبدل ولا انت تبدلي عادي ما فيها والو، تتعايشي مع الظروف تاعك عادي. من بعد يقولوا لك لا سناي تشوفي كي يجوك الدراري تولي ما تمشطيش كاع شعرك، تولي ما تهلايش كامل في روحك، ومن بعد يجوك الدراري وانت تكملي تهلاي في روحك وتمشطي شعرك وتماكي عادي جدا، لانك تحبي تحافظي على هذاك لو مود دو في اللي كنتي فيه لانه يمتعك.
يعني اون غروسو مودو هدرة الناس ما تخلصش ابدا، حتى يقول لك استنى يشوفك حاطه كوافوز هكا ولا مش بحال دارك، يقول لك استنى يجوك الدراري ويبداو يحبوا ويمشوا وما يخلوا لك والو، ترفدي كلش ويضحكوا عليك، ومن بعد يبان اسكو انتي راح تسمعي لهدرتهم وتتبعيهم، ولا يبان اسكو انتي تعيشي لو مود دو في اللي انتي تحبيه، سواء كنت عايشه وحدك ولا مع ناس دارك. انتي اللي تعرفي كيفاش تسيري مع راجلك، انتي اللي تعرفي كيفاش تسيري نفسك، وانتي اللي تعرفي كيفاش تربي ولادك. كل انسان كيفاه، ما تصيبيش تصيبي زوج خواتات ما يتشابهوش، كل وحده كيفاش تتعامل مع الناس. دونك حرصي اولا على انك تكوني عندك اخلاق حسنه باش راجلك يحبك، راجلك يرضى عليك، انتي تكوني راضيه على نفسك، ربي يكون راضي عليك، والدك يكونوا راضيين عليك. شتانه بين هذا وبين واحد اخر، واحد اخرى لسانها طويل واي حاجه يديروها لها ترجع بالخف، ما تشتروحها في الغضب، فاكيد اكيد راجلها راح يكره منها. حتى اذا كان الراجل منرفين، نعرفوا انه في الجزائر عاده الرجال منرفين، دونك لازم تشدي فمك، لازم تعرفي كيفاش تهدري معاه، كيفاش تسيري معاه، او ميم طون تكسبيه باش تعيشي مهنيه. هكا ما تقوليش بلي راجلي دار عليا وخلاص ما ولاش يحبني، ما ولاش يفششني كيما كان من قبل، وهكا تعرفي بلي هدره الناس ما كاش منها. وديري في بالك بلي هدره الناس هي مجرد هدره عليهم هما، يعني اي واحد قال لك حاجه حد صارلك عارفي بلي صارت له ليه، وراهو يهدر على روحه هو، على حالته هو، سبب با دير انتي راح تجوزي عليها ولا انتي راح تتعاملي بنفس التعامل تاعو، لانه كل انسان واخلاقه، كل انسان وتربيته، كل انسان كيفاش لا مونتاليتي تاعو. هذه من جانب. جانب واحد اخر، حرصي انك دائما دائما تخصي وقت لروحك انتي، لانه نفسك عزيزه، لانه عندك قيمه، دايما تهلاي في روحك، جامي تقولي خلاص انا تزوجت خلاص عليا تعرويس، انا عندي دراري سي بون خلاص عليا لي زاكسسوار خلاص عليا الماكياج، نون. دايما دايما الانوثه تاعك لازم تقعد معاك طول حياتك، لانه المراه خلقها ربي فيها هذيك الانوثه تاعها، لازم تكون معاها دايما، لازم تعيش معاها وتكبر معاها. دونك ما تتخليش على الانوثه تاعك اجل مشاكل الحياه، دايما مشاكل الحياه كاينين، عند كل انثى كاين مشاكل. فاكيد هذيك اللي راهي متهليه في روحها وراهي تشبح وراهي تستيكي اكيد عندها مشاكل، ولكن تعرف كيفاش تتعامل مع المشاكل تاعها، ما تغرقش في كاس ما، جاز عليك مشكل ابكي عليه نوحي اشكي الى اخره، جاز خلاص سي بون جاز دوكا، عيشي حياتك، عيشي اللحظه تاعك، ما تخميش بزاف في الماضي، ما تخميش في واش اذاوك الناس، ما تخميش في المستقبل تاعك، ما تخميش على الكراكي خلاص منين يجيك دراهم. ديري برك ثقه في ربي انه ربي راح يرزقك في كل بريودة من حياتك، في كل عام من حياتك راح يجيك رزق من عند ربي. كي تمشي بهاد لا مونتاليتي اصلا تكوني مختلفه على بزاف ناس من المجتمع تاعك، وراح دائما تحبي نفسك، حبي نفسك، ديري سبور، ديري خصي هكا شحيحه لروحك، تشري بيها شويه مكياج، شويه غوجال هكا ولو كان المصروف مزير، ولكن فقط باش تفرحي روحك انتيا، ماشي على راجلك ولا على جل الناس، فقط ليك انتيا، باش يكون عندك دايما حافز انك تعيشي الانوثه تاعك، تعيشي لا بيريود اللي عايشه فيها، سواء كنتي في العشرينات ولا الثلاثينات ولا الاربعينات ما يهمش. فهذا هو واش حبيت نوصل لكم اليوم البنات، ان شاء الله كل وحده فيكم تعرف كيفاش تصير في حياتها، وجامي جامي تسمع لهدرة الناس المثبطة. هذه هي هدرة الناس، دايما تكون مثبطة، عمره وما واحد يجي يقول لك نو، ما تخافيش تهلاي في روحك، دايما راح تقعد انتيا انثى ما تلقايهاش. فوالا فيديو تاع اليوم، ما شاء الله تكون عجبتكم، قولكم تهلاو في روحكم، ديروا لي جيم، تلقاو فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.